La veces. شوية وقت لتوصل نوتيفيكيشنز لكل حتى نباشر بحلقة اليوم، خاصة مع انتهاء هذا النهار الطويل، الفيلم المسرحي الطويل بتسمية نجيب ميقاتي كرئيس مكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية. وكلنا بنعرف مثل ما شرحت امبارح انه هيدا الموضوع هو بازار، يعني عم ينفتح للأفرقاء المحليين السياسيين والكتل النيابية ورؤساء الكتل لحتى يظهروا على كأنهم هن مارسوا اللعبة الديمقراطية وتأيدوا بالدستور، وبالتالي شاركوا بتسمية رئيس الحكومة المكلف. ولكن الحقيقة أن الدول في الخارج هي اللي بتسمي رئيس الحكومة اللي بتكلفه، وبالتالي النواب هن اللي بيعلنوا عنه. وهيدي الواقع، يعني معلش هذا منه جديد على لبنان، كلكم بتعرفوا من سنة 43 يجب أن يكون رئيس الحكومة دائما باستشارات تجرى في الرياض أو في القاهرة بحسب وضع وقت كان في الوحدة الجمهورية العربية الموحدة بين سوريا ومصر، لما يكون يقوى هو الطرفين بيصيروا النفوذ تبعهم هو اللي بيسمي رئيس الحكومة، ولما بباقي الاوقات السعوديه وبعدها وما زالت. ومن سنه 1990 ل 2005 كانت سوريا، وهذا الشيء منه يعني هذا الواقع الطبيعي للامور، وعلى طول بغطاء امريكي وساعه غطاء فرنسي. بالتالي هيدي المسرحيه ما بقى تمرق علينا، لانه مثل ما قلت لكم خلص انتهت قصه مش المجاملات، انتهت قصه انه ما تنقال لكل الامور مثل ما لازم. اليوم دورنا انه نقول الحقيقه مثل ما هي، شو ما كانت وضد مين كان ما كانت او مع مين ما كانت. على كل حال شفنا اليوم هالمسرحيه، ولكن بالمقابل هيدي مسرحيه التخلي عن السياده اللبنانيه، بالمقابل هناك التزام بالسياده وتلزيم السياده بتصرفات الرئيس غدا عون، واللي عنده أي شك عليها على ميول السياسي يتفضلوا هن بجماعاتهم بالقضاء يقولوا لهم للقضاة تفضلوا ادعوا على بالجرائم المالية المرتكبة من سنة 92، ولكن لا أحد بس بينتقدوا الرئيس غادة عون الموقف السياسي وهي عم بتتصرف بهذه الطريقة وبتلاحق الفاسدين لأنه الرئيس بده هيك. طيب إنه كل هالجرائم المالية ما في ولا واحد مرتكب، ارتكبت منها لحالها، اجوا الشياطين يعني والجن اجوا ارتكبوا هيدي الجرائم المالية وكلهم قديسين بالدولة اللبنانية، وكل واحد بصير يدافع لك عن مرجعيته بيقول لك لا وكذا، ومدعي عام مالي ما له قصة، ومدعي عام استئنافي، ومدعي عام تمييزي هو اللي ما لهم قصة، بس هودي بس مسؤولينهم لهم قصة. هالادعاء اليوم اللي قامت فيه الرئيس غادة عون رح اشرحه بعد شوي، وخاصة انه فيه ناس مقربين من التيار، يعني ولا بنحكي ولا كلمة على هذا الموضوع، اللي مثلا اتهمت دعت على ناس نواب حكام المصرف وعلى المدير العام للمالية ألان بفاني اللي هو مقرب من الـ من الـ من التيار الوطني الحر، منه تيار الوطني الحر ولكن يقال انه مقرب، وبالتالي ما عندنا مشكلة ابدا، كل واحد مرتكب خليه ينسلخ جلده عن عظمه، ما في ابدا مجاملات بهذا الموضوع ولا يمكن ان يكون هناك مجاملات. وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا، لانه نحن بدنا دولة القانون، غيرنا بده يقتل دولة القانون لحتى يكفي سرقة ويكمل سرقة. وما تسمية المئات الا ضمن هذه الفكرة اللي صار لها من سنة 92. على كل حال في ناس بيقولوا لنا طيب ليش رئيس الجمهورية عم يقبل؟ 100 مرة صرت شرحها، رئيس الجمهورية لا يستطيع بحسب الدستور رفض تسمية النواب بالاستشارات النيابية الملزمة، دوره يقتصر على تلقي التسمية وإبلاغها من رئيس مجلس النواب بحسب النظام الداخلي وحسب الدستور، لإعلامه بنتيجة التسمية وعلى أساسها بيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة. هلأ بيرجع في ناس بتقلك طيب إذا رئيس الجمهورية ما بيقدر يرفض التسمية لشو لك يعني عم بيمضي مرسوم تأليف الحكومة؟ تأليف الحكومة بس تتشكل، المرجعية الأساسية لبقاء هذه الحكومة أو فرطها هو مجلس النواب اللي بيصير فيه تصويت على الثقة. ولكن برجع بقلكم قرارات سيادية مثل تسمية رئيس الحكومة
وحتى بيتدخلوا من برا بالتشكيل الحكومي. ليه؟ مش لانه برا هو يعني هن قبضيات، لا، لانه جماعه اللي عندنا بلبنان هن عم يخلوا البرا يتدخل ان كان بتسميه رئيس الحكومه، ان كان بتسميه رئيس الجمهوريه مثل ما عهدنا بالسابق، وان كان بالامور مفصليه مثل تعيين رؤساء الاجهزه الامنيه وكيفيه تسليمها ومين بده ياخذ نفوذ ومين بده ياخذ من الكعكه اللبنانيه من الخارج. للاسف هيدا النظام بده تغيير وتعديل، وخاصه فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهوريه مباشره من الشعب، اللي بينزل نفوذ الدول الخارجيه كانت اقليميه ولا دوليه الى حد الادنى، لانه ما بيقدر يتحكموا بالشعب اللبناني كله. لهالسبب كان الوزير باسيل عم بيعرض هذا الموضوع، ولهالسبب كان رئيس الجمهوريه عم بيعرض الدوله المدنيه، لانه كمان حججهم بتبقى بالطائفيه وبالمذهبيه، وبيقول لك لازم ننقي رئيس حكومه ما يصير يثير غضب الطائفة السنية الكريمة. وهيدي قصص الفتنة بلبنان منا قرار داخلي، هيدي قرار خارجي، ووقت الفتنة هو قرار خارجي منه قرار داخلي. يعني ما حدا يتوهم بهيدا الموضوع، هيدي الحقيقة لازم نركز عليها لحتى اللبنانيين يصيروا يفهموا، يعرفوا يحاسبوا، يعرفوا ينتفضوا على هذه المنظومة اللي ريني ركبوها على كتافهم من سنة 92. وما بدنا نطيل الشرح بهيدا الموضوع. فإذا من بعد ما وصلت النوتيفيكيشنز خلينا نفوت بصلب هذه الحلقة، وخاصة فيما يتعلق بمسرحية التكليف. أخذ نجيب مئاتي 54 صوت وطلع من بعد التكليف، طلع يناشد الجميع ويجب ولازم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي بده يعطينا 3 مليار دولار، وبدنا نرهن حالنا ونرهن ما تبقى لدينا من كرامة لصندوق النقد الدولي. كل بيعرف صندوق النقد الدولي شو معناته وشو بيعني صندوق النقد الدولي، وكيف بيحط ايده على الدول اجمالا لما بيعتبرها دول مفلسة او دول فاشلة. كلكم بتعرفوا كيف هذا الشيء لحتى يصيروا يتحكموا بكل الامور، وهني بدهم يوصلونا هذه المنظومة لقصة صندوق النقد الدولي لحتى لاحقا نحط ايده على قصة ثروات الغاز والنفط. وفي شق بهيدي الحلقة راح احكي عن هذا الموضوع، وخاصة عن جلب الشرك من اجل البدء بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، بغض النظر عن المهاترات السياسية والمصالح الضيقة بالداخل اللبناني. اخذ 54 صوت، كان من المفترض يطلع نواف سليم، لانه كانت كل الكتل اللي هي بتعتبر حالة سيادية وهي ما لها علاقة بالسيادة بس، ولكن تلقت الأوامر من السفارة السعودية وخاصة حزب سمير جعجع الذي تلقى الأوامر بعدم التسمية. وإلا ما هو الذي يتناقض مع مبادئهم السياسية طالما جورج عدوان بالاستشارات النيابية السابقة واللي قبلها، يعني وقت الاستقالة الحريري ورجعوا كلفوا على الرئيس حسان دياب ورجعوا كلفوا نجيب مئاتي، كانوا بدهم يصوتوا لنواف سلام. هلا بطل بيعرفوا لنواف سلام، وهون مش عم تمهزق فيهم يعني، لانه قرارهم مش بايدهم. ولكن مثل ما قلت امبارح، التوافق الفرنسي السعودي الايراني، هلا حدا بيتهمنا انه اذا قلنا التوافق الفرنسي الايراني معناتها انه لا، المقاومه تزعن الى الطلبات او الاوامر الخارجيه. لا لا، بدي اشرح هذه النقطه بعد مره. فيما يتعلق بالحزب كحزب، يعني المقاومة ما في يقول الكلمة مثل ما هي، احنا ما نكلها بلوك، عنده شباك، خليني اشرحها للكل حتى ما يصير كل واحد يتوهم ويحلل على ذوقه ويفسر كلامه مثل ما هو بيفهمه. خليني انا قلكم اياها من الاخر، المقاومة لديها منفذ دولي خارجي واحد بالمعنى الغربي، مش عم بحكي عن الشرق، عم بحكي عن الغرب. بالتالي فرنسا كدولة هي الدولة الوحيدة اللي محطت المقاومة على لائحة الإرهاب، وبالتالي كلنا بنعرف أن هناك مفاوضات بين فرنسا، في اتصالات مباشرة بين الدولة الفرنسية وبين المقاومة، وبالتالي لأنه محطوطة على اللوائح الإرهابية تقريبا بكل دول العالم اللي لها قوة القرار، كان بمجلس الأمن ولا على الصعيد المسرح السياسي الدولي، بالتالي فرنسا هي الشباك الوحيد للتواصل، لأنه ما بيجوز، يعني أنا برأيي الشخصي
ما بيجوز كمان تسكير كافة الشبابيك والابواب اللي بتؤدي الى التواصل مع الخارج وخاصة مع دول الغرب، لانه شئنا ام ابينا هي اللي اذا بدكم بترسم السياسات الخارجية والسياسات الدولية فيما يتعلق بمجلس الامن وفيما يتعلق بالامم المتحدة وسياساتها هي الدول الخاصة. على هيدا الاساس لما يكون في تقارب بين ايران وفرنسا يؤدي الى تمرير اشياء بقلب لبنان ما لها، مش قصة يعني لا سيادة ولا غير سيادة، ما لها علاقة بالتفكير اللي ما بيكون من ضمن الغباء السياسي. يعني تخيلوا واحد عنده منفذ دولي وحيد يجي يتخلى عنه لانه والله يعني ركبت الخس براسه وصار بده يوقف هيدا الشباك. لا، هيدي مشان هيك قلت انا امبارح او امبارح معطيات المقاومة هي غير معطيات اي طرف داخلي في لبنان. على هذا الاساس بيشتغلوا بهيدي الطريقة. فبالتالي تسمية مئاتي او عدم تسميته مثل قلتها هي ذاتها منا يعني بتفوت بضمن الاستراتيجيات الكبيرة، لانه بدهم يمرقوا هيدا الاستحقاق على رواق طالما لبنان هالقد محاصر وطالما لبنان هالقد عنده ازمات ان كان اقتصادية ولا مالية. مش هيدا صلب الموضوع. ولكن نجيب مئاتي اتكلف ب 54 صوت. تخيلوا مثلا حزب سمير جعجع لم يتلقى الاوامر من السعودية، وللأسف عم بقولها يعني مش انه كمان عم بتمهزق، كان طلع نواف اسلام اللي منه داخل اصلا بالمنظومة السياسية اللبنانية، بس بما انه هذه التوقفات الدولية تمت للأسف برجع بقلكم تفكيرنا منه مثل تفكير الباقيين بالنسبة لهيدي النقطة الحساسة بالتحديد. وهيك لبنان راكب يعني بكل تأسف بقوله هون. هلأ التكليف تم، هلأ يقال انه التكليف ما راح يصير، بس بالمقلب الاخر هناك معلومات قيل بان التكليف سيكون سريعا نظرا لحاجة لبنان لبث قصة ملف ترسيم البحري مع فلسطين المحتلة، وعلى هذا الأساس يمكن يمرقوها بالتي أحسن يعملوا شوية تعديل عن الحكومة السابقة ويمشوا هالأربعة أشهر خمسة أشهر، لأنه بس تخلص ولاية رئيس الجمهورية تسقط الحكومة حكما، يعني بتصير حكومة تصريف أعمال وبتبطل حكومة فعلية، وبالتالي عند بداية عهد جديد بصير في حكومة جديدة وتكليف جديد وتأليف جديد. هلأ النقطة اللي بتعنينا من هذا الموضوع كله سوا هو كلام اللي صدر عن مئاتي. يعني بعد شوي ما بعرف رح ينازل مثل كأنه ملاك نازل من السماء وعم بيطالب بالوحدة وعم بيطالب بالتعاون جميعا وبيجب تمرير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما المطلوب منه واحد، إذا بدك تعمل شيء مطلوب منك واحد، يجب على الحكومة اللبنانية أن تقبل باستجلاب شركات إذا الغرب مانع يجوا يستخرجوا وينقبوا ويستخرجوا نفط وغاز من عنا بالبلوكات الباقية، فتفضلوا خي يطلبوا من الشركات الصينية، طلبوا من الشركات الروسية، طلبوا من الشركات الإيرانية. طيب ليش يعني معناتها غيرنا مسموح له بالتنقيب وانت كرئيس حكومة ما بدك تعملها هيدي الشغلات؟ طلبوا منا. طيب شو نفع الانتخابات النيابية طالما على طول الكتل بشكل حكومات مع بعضهم، لا الأكترية بتحكم ولا الأقلية بتعارض، الأقلية والأكترية بيصيروا بنفس الحكومة. وهيدي برجع بقلكم ما لها علاقة بالداخل اللبناني لأنه هيدي قرارات خارجية. وبالتالي اتفاق الطايف يلي الله يسامحهم، ما بدي أقول غير كلام، الله يسامحهم اللي يتنازلوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية كرها وحقدا بالعماد ميشيل عون اولا، وثانيا لحتى يعبوا جيبهم ويكون عندهم مراكز ومناصب بالسلطه اللبنانيه. لانه هذا الضرب اللي صار سنه التسعين بالغاء صلاحيات رئيس الجمهوريه ادى الى ما هو عم ندفع حقه هلا، ونتيجته هلا عم ندفع حقه اعتبارا من سنه 92 لغايه اليوم. بالتالي هذا الموضوع ليش فكركم عملوا لنا دستور مثل الطايف وكله مشقف على بعضه المواد وما في ماده متطابقه مع الثانيه وكل ماده بتناقض الماده اللي قبلها؟ لانه ما بدهم مرجعيه داخليه بلبنان وما بدهم حكم فعلي بلبنان، لانه بدهم يستجلبوا القرارات من الخارج
للأسف أنا بعمل تمييز بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. هلأ فيما يتعلق بالأطراف السياديين اللي هن التيار الوطني الحر والمقاومة، تيار الوطني الحر قراره سياسي داخلي وغير مرتبط بالخارج بشكل نهائي لأنه ما عنده التزامات. قرار المقاومة بالسياسة الداخلية يناقض مفهوم المقاومة على الصعيد السامي الاحترام. هون مش كرمال انتقاد، لا، لحتى لأنه في ناس كتير بتسأل طيب يا خي إذا المقاومة هالقد عندها مبادئ ليش سمت مئاتي؟ بتصدقوا شغلي، اليوم كان عندي زوم، معلش بدي أعطي مثل، كان عندي زوم في حدا يعني بيسأل أسئلة مثلا إنه شو معناتها طيب إنه ليش أنتوا ضدنا يا نجيب مئاتي؟ ليش شو عليه دعاوي نجيب مئاتي؟ بتقلن إيه عليه دعاوي، بيقولوا لك مننا عارفين صراحة، عم بيحكوها متأكدين من حالهم مننا عارفين إنه عليه دعاوي الزلمة. أو إذا حدا عارف بيقول لا ما رئيسي غدا عم مدعي عليه. طيب نبيه بري بيطلع بيقول القضاء للضعيف وليس للقوي، وبيقولوا لك ما عم بيتدخل، أو بيعطوك مثل إنه نبيه بري ما عم بيتدخل بالقضاء، والإثبات على ذلك إنه قال له للملحم الرياشي أنا ما بتدخل لا بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. إنه طيب شو حدا بيجي بيقول لك مدعي العام المالي ما له علاقة بحركة أمل. طيب ما هي المنظومة من 6/2 عينتهم على رؤساء الأجهزة القضائية محسوبين على المراجع السياسية تبعيتهم، وخلي قاضي يتجرأ يكسر هذه القرارات لهذه المرجعيات. بينما الرئيس غدا عون ادعت بالموضوع اليوم، وشفتوا لائحة الادعاء ما أطوله، وشفتوا مين مشمول بالادعاء. هلأ صحيح فرقت بين ملاحقة رياض سليم وإصدار مذكرة توقيف بحقه وبين ملاحقة الباقيين بجرم الإهمال بالإهمال الوظيفة، وهيدا من حقه يعني، وكلكم شفتوا ما بدي اقول هيك لانه بالنتيجه شو بدنا نقول، الله يغمق لهم او الله لا يسامحهم، الله يستفل ليك لحتى نوصل للتسويه انا وياك او كومن جراوند مثل ما يقولوا، لنعتبر انه خلي الله يستفل فيهم، الله بيدبرهم. طيب هلا معلش ما بقى لي نفس احكي بموضوع مثلا ايه بدها تتشكل الحكومه وبكره رئيس الجمهوريه بده يمضي على مرسوم التشكيل، طيب اذا مدعى عليه نجيب مقاتي ليش رئيس الجمهوريه بيمضي على تشكيله؟ مجبور يمضي على التشكيله والا يعتبر يخالف الدستور. هيدا باول نقطه. ثاني نقطه، النواب هن اللي سموه لو انه القرار جاي من برا، ولكن الكتل النيابيه هن سموه، بالتالي لا يحق لرئيس الجمهوريه ان يقف ضد ما يطلبه النواب او ما يقرر النواب بالاستشارات النيابية الملزمة. اثنين، بموضوع التشكيل، ما هو فخامة الجبل عم بيقوم بواجباته الكاملة تطبيقا للمواد الدستورية، ما في غيره لأنه عم بيطبق الدستور بالدولة اللبنانية، والباقيين كلهم عملوا ممسح على الدستور، وبيكون حسب مصالحهم ساعة بيطبقوا مواد دستورية إذا كانت لمصلحتهم، وإذا ما كانت لمصلحتهم بيضربوا فيها بعرض الحيط. التشكيل الحكومي غير التسمية، وبالتالي التسمية هو ما بيحق له يقرر، ما بيحق له يرفضها رئيس الجمهورية، والتشكيلة بده يكون توقيعه هو اللي بيكمل إصدار مرسوم التشكيلات. ولكن هل يقوم رئيس الجمهورية تبعا لنص المادة 49 اللي هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وهو الذي يصل على تنفيذ أحكام الدستور برفض التشكيلة؟ ما بيقدر. فإذا التشكيلة بتروح على مجلس النواب، مجلس النواب يا بيعطي الثقة يا ما بيعطي الثقة. وطالما في توافق دولي بموضوع تشكيل الحكومة بده يصير في تشكيل الحكومة بأسرع وقت، طالما في عدم رضا دولي على موضوع التشكيل بيطول. هلأ مين المفتاح الأساسي بالتشكيل؟ هو رئيس الجمهورية، واللي تعلموها لأنه رؤساء الجمهورية من سنة 90 ل 2016 كانوا يمضوا على العميانة، يعني ما حدا يناقش ولا حدا يجادل بالموضوع لأنه كلهم منغمسين بهذه إذا بدنا نقول المساومات الدولية فيما يتعلق بالوضع الداخلي بلبنان. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون علمهم أنه ما فيكم تجوا تشكلوا على ذوقكم مثل ما بدوا برا، مش هيك رئيس الجمهورية وقت التشكيل بيمضي ليه؟ لأنه بيكون لبنانا، بيكون لبنان هذا التشكيل، ومنعهم من الاستئصار. وأصلا بعد جملة اعتراضية، رئيس الجمهورية من وقت ما أجا رئيس الجمهورية الإنجاز الأهم اللي عملوا أنه وقف لهم سرقاتهم،
مشان هيك اختلفوا، مشان هيك صار في عنا أزمة. يعني من أحد أسباب الأزمة المالية هي إنه وقف لهم سرقتهم. هلا فإذا بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة ما بدنا ندخل فيه هلا. تاني شق من هيدا الموضوع، طيب في شغلة كتير مهمة ما حدا عم بينتبه له. الادعاء اليوم اللي عملته الرئيس غادة عون فيه المدير العام السابق للمالية ألان بفني، اللي يقال انه قريب من التيار الوطني الحر، من المدرسة العونية اذا صح التعبير. بعرف 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 يا شباب وصبايا كلكم مليتوا، بعرف انه هيدا الموضوع يعني انتو بدكن نتيجة، اكيد انتو بدكن نتيجة، بس كمان ما بدكن تنسوا انه نحن الوضع اللي مرقين فيه الضغوطات، مثل ما قال المونسينيور مبارك، ومثل ما قال الجنرال عون، ومثل ما بيقول الوزير باسيل، ومثل ما بيقول الامين العام للمقاومة، كل القصة هي هلا بحكيك بهيدا، هلا بجاوبك على هذا الموضوع. كل القصة هي بالتوقيع الثلاثة، النازحين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين، التنقيب عن الغاز والنفط. هيدي هي ثلاث مواضيع لو رئيس غيره كانوا سلموا فيها. هلا الناس عم بيوصلوها لدرجة، معلي انا عم خطبكم مباشرة، هلا الناس عم بيوصلوها لدرجة لتوصل لمطرح تقول ما يلي، والله عرفنا زهقنا ما بقى قادرين نتحمل، خليه يمضي وخلينا يمضوا يا خي، شو جايين نحن، خلينا نعيش ببحبوحة وخلينا. لا لا معلش، ما حدا يفقد الامل اول شيء، اثنين معلش الناس هي المسؤوله عن هذا الوضع بطريقه باكبر نسبه ممكنه، اكثر من السياسيين والمنظومه الفاسده اللي ركبت على كتاف الشعب اللبناني اعتبارا من سنه 92، لانه الناس بلبنان صراحه وبكل اسف بقولها ما كانوا عم بيشتغلوا على اساس مبدا المحاسبه بصندوق الانتخابات كل اربع سنين، عم بيجددوا لنفس الطبقه اللي بيسبوها بالنهار وبيروحوا بنهار الانتخابات بسبوها بالليل، وبنهار الانتخابات بيروحوا بيصوتوا له. فمعليش النق اللي عم بيصير مني وجر نحن مسؤولين عنه. لو سقفت المحاسبة الشعب اللبناني كان عم بيشتغل على اساسها اعتبارا من سنة 92 كل اربع سنين بصندوق الانتخابات، ما كان بتتجرأ هيدي المنظومة الفاسدة انها تركب على كتافه والدندي الاجريات. فالنق هلأ ما بيفيد صراحة، اللي بيفيد هو انه نفوت سقافة المحاسبة على راسنا لحتى نقدر نحاسب هود النواب اللي عم ننتخبهم كل اربع سنين. ما فيك تجي تنق وبين ذات الوقت كل اربع سنين تجي تعيد انتخابهم بغض النظر عن الاسباب، كانت سياسية او اجتماعية او مالية او اقتصادية او تصفيه طرقات. يعني ما عم بفهم شغلة، لما بلشنا من ثلاث سنين بالحكي، معلش ما توخزوني لو في شوية انفعال، لما بلشنا من ثلاث سنين نتيجة هالحرب الكونية اللي عم تنعمل علينا كان في يأس وأحباط كبير، وبالتالي كمان كانوا يقولوا اللي بعد العصي مش مثل عم ياكلها. ايه معكم حق، ولكن مين السبب الأساسي للوصول لهيدي المرحلة؟ مين؟ الشعب. مين بيركب السلطات؟ الشعب اللبناني عبر الانتخابات. ليش كان معظم الشعب اللبناني عم بيجدد لهيدي الطبقة؟ ما فيكم تجوا تقولوا والله استسلمنا والله فقدنا الأمل. على أي أساس بتفقدوا الأمل؟ المعركة قائمة، واللي وصلنا له لحديت هلأ ما كان حدا بيقدر يحققهم. نحن كشعب لبنان عظيم وكعونيين عم ندفع ضريبة تخاذل باقي الشعب اللبناني عن القيام بواجباته. طيب نجي نستسلم يا شباب وصبايا؟ نجي نستسلم ونسلم أمرنا لقلهم ومنقول لهم يلا تعالوا رجعوا سرقونا 30 سنة تانيين، والله لأنه كنا عايشين ببحبوحة وهمية وكان الدولار ب 1500 وهمني عم يعملوا لك اياها هيدي لحتى يسرقوك على الهدى، ولحتى بس توصل القرارات الدولية اللي بدها تلزمنا بالتنازل عن سيادتنا نقبل فيه. مش هيك بيكون، مش هيك بيكون بيكون إدارة الحرب والصمود والدفاع. ممنوع الاستسلام، ما بدنا نرجع للمرحلة السابقة.
كلنا قرفانين وكلنا تعبانين، ولكن بنستسلم وبنسلم لبنان لشقفة للنازحين السوريين وشقفة للاجئين الفلسطينيين والشقفة الباقية اللي هي رمز سيادتنا ورمز ثروتنا للعدو؟ هيك بيكون الشغل يعني؟ بردون. وإلا بدنا نقول يعني نبيع أمال وأوهام على الفاضي لحتى العالم تنبسط منا؟ ما فينا. ممنوع نستسلم، ممنوع نيأس. واللي مفكر انه بيخلص تخلص ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وطالما على عهده ما تحقق اللي كان بده اياه نتيجة الاعتبارات اللي كلنا صارنا 3 سنين عم نحكي عنها، مين قالكم رح يجي رئيس خارج هيدي الفكرة وخارج هيدا المبدأ؟ ثبتنا حالنا بالانتخابات، هلأ دورنا نشتغل على هيدا الموضوع ونعمل المتركاج وتقديم مشاريع القوانين وعدم السماح لأي طرف من الأطراف من هذه المنظومة إنها تستمر. هلأ إذا أنا برأيي أتمنى أن يكون يصير في حكومة، لأنه الوضع ضاغط فيما يتعلق بمرسوم ترسيم الحدود بالمفاوضات ترسيم الحدود. هيدا الوضع قائم نعم وضاغط على العدو، ضاغط على الأمريكان من موضوع أوروبا وموضوع الغاز الروسي. يعني البازل فينا نركبها بهذه الطريقة، وبالتالي ما بدهم انفجار الوضع بلبنان بحي الله طريقة، لأنه في ناس في شرك في دول أجنبية ما بدها، لأنه بدها تستثمر بهذا الموضوع. فمشان هيك عم ندعي إذا كان عنده رئيس الحكومة المكلف أي ضمير أو حس باقي من الضمير الوطني إنه يشتغل على تشكيل حكومة سريعة من أجل الاتفاق على مرسوم على ترسيم الحدود البحرية وإنهاء هذا الموضوع. وهون بالمناسبة رح أقول معلومة، لم تقطع أي باخرة خط 29 أو لم تدخل إلى المنطقة المتنازع عليها. ليش؟ لأنه الكيان أخذ تهديد المقاومة والدولة اللبنانية الرسمية عبر رئاسة الجمهورية على محمل الجد، أي أنه في حال الدخول إلى المنطقة المتنازع عليها سوف تضرب السفينة مباشرة، وهذا اعتراف غير مباشر بأنه المنطقة بالخط 29 هو خط متنازع عليه، وهيدي ما تستهنوا بالمعادلة تبعت ترسيم الحدود. هلأ ممكن هوكشتاين يقول يعمل حجة لحتى يمدد وقت لكي لا يقدم لبنان على موضوع تعديل المرسوم رقم 6433 بحجة أنه لا يوجد حكومة للكيان الإسرائيلي لأن فرطت وعندهم انتخابات نيابية مبكرة. إلا أنه هيدا الموضوع أنا قريت الدستور تبعهم، معلش لحتى نعرف عن شو عم نحكي، هذه الأعمال إذا كانت قائمة فيها حكومة سابقة واستقالت تبقى مستمرة، لأنه هيدي ممارسة أو تسيير المرفق العام. يعني ما بيقدر، لو كانت حكومة عندهم تصريف أعمال عندهم ما عندهم مثل عنا، يعني دستورهم كتير بعيد عن دستورنا، ولكن بالتالي تستطيع أي بأي آلية الحكومة أنها تستمر بوضع المفاوضات طالما كانت سابقة قبل، يعني مش عم تقوم فيها عن جديد. بالتالي هذا الموضوع يجب أن يحسم بأسرع وقت ممكن، لأنه يجب على الدولة اللبنانية، وهون نتمنى على رئيس الجمهورية حث الجهات الدستورية من أجل الإسراع بموضوع إنهاء ملف المفاوضات سلبا أم إيجابا لحتى نعرف على أي ضوب على أي شطبة نرسي، لحتى نقدر وتكون هذه الحكومة قادرة لحتى تطلب من الشركة الأجنبية وخاصة بالصين. أخي إذا عندكم حساسية من إيران، مع أنه يعني شفنا الدبابات الإيرانية والله على بيوت النواب لحتى يسموا نجيب ميقاتي، شفناها ما هيك كلهم سوا بالسفارة السعودية وبالسفارة مدروين وبالسفارة مدروين. إذا عندهم حساسية من إيران يا خيي، وإذا عندهم حساسية من السعودية، تفضلوا على الصين، تفضلوا على شرك بفنلندا، تفضلوا على شرك ما بعرف وين بأي دولة لحتى يجيبوها تنقب عن الغاز والنفط وما تقرب يا خيي على المنطقة المتنازع عليها. فلهالسبب كمان ما تنسوا انه جايين على موسم
سياحي وواعد بلبنان والحجوزات مليانة، وفي تقريبا بين 6 و8 مليار دولار رح ينصرفوا من قبل المغتربين ومن قبل السياح. يعني ما بصير كمان يصير فيه انتكاسة أمنية، لأنه هلأ بحاجة لكل دولار فريش بفوت على الأراضي اللبنانية. هلأ أنا عندي اقتراح، وهذا اقتراح شخصي، موضوع إذا بده يتحجج أي جهة سياسية بموضوع أنه ما فينا نعدل المرسوم طالما ما في حكومة عادية، يعني هذه حكومة تصريف أعمال، والله الريزون ديتا، وهذا مبدأ فرنسي، والدستور اللبناني مأخوذ عن الدستور الجمهورية الثالثة بفرنسا، مبدأ الريزون ديتا يعني مصلحة الدولة العليا تقتضي بأنه يعملوا المراسيم مثل ما لازم، أم إن كان بآلية من قبل مجلس الدفاع الأعلى، ولا إن كان بآلية من قبل حكومة تصريف الأعمال، يتم الاتفاق بين الوزراء المختصين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من أجل بت موضوع ترسيم الحدود نهائيا، للضغط على الكل، على الكل، لأنه ما عندنا شيء نخسره، للضغط على الكل. مش قصة نيالك فادي لأنه مش قاطع الأمل، نحن قطعنا الأمل، لا، الأمل لازم يضل موجود. يعني بالنتيجة ما فينا ليكم عليه، في كتير ناس يمكن حطت براسة انه رح يخلص العهد وما في مجال لا يتنفذ اي ملف بهالضخامة هيدي، لا مش لتعويم العهد، لتعويم كرامة الشعب اللبناني. لا، اول شيء طالما فخامة الجبل بعده على رأس الجمهورية ما ممنوع نحنا نتنازل عن الامل. اثنين، ممنوع نصاب بالاحباط. ثلاثة، طالما رئيس الجمهورية بعده عم بيقول نتيجة التدقيق الجنائي رح تطلع من بعبدة، طالما نحن كلنا ثقة وأمل بأنه نتيجة التدقيق الجنائي بدها تطلع قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وطالما رئيس الجمهورية مستلم ملف مفاوضات ترسيم الحدود، معناتها نحن كلنا أمل وثقة أنه رئيس الجمهورية رح يخلص هذا الملف قبل أن تنتهي الولاية. عملوا معروف يا شباب وصبايا، هذا الموضوع لازم نخلص منه قصة انه نصاب بالاحباط لانه والله رشحوا نجيب مئات. طب بدي اقول لكم شغلة، مين ما جابه غير رئيس حكومة، شو رح يقدمه اذا ويأخر، اذا كل هذه الحروب اللي عم بتصير على لبنان بعد ما خلصت، واذا التسويات الكبرى بعد ما صارت، ما بتعرفوا بليلة كيف تقلب الامور رأسا على عقب. مين كان بيحلم مثلا، ما بدي احكي بلبنان، مين كان بيحلم انه النظام الشيوعي بينتهي بليله ما فيها ضوء قمر بشحطه قلم من ميخائيل غورباتشيف؟ مين كان بيحلم؟ مين كان بيحلم انه بيسقط جدار برلين بليله ما فيها ضوء قمر؟ مين كان بيحلم انه بتسقط الحريريه السياسيه؟ مين كان بيحلم انه توقف السرقه بلبنان؟ مين كان بيحلم انه يصير في عنا حكي بالتدقيق الجنائي؟ مين كان بيحلم انه قاضي بالجمهوريه اللبنانيه يقدر يدعي على اعتى رموز الفساد بالدوله اللبنانيه؟ مين كان بيحلم انه امور تفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي صار له من سنه 92 رئيس مجلس النواب؟ مين كان بيحلم فيهم كلهم هول؟ مش عم بقول هيدا الكلام لحتى ازرع الامل، لا، بس الانسان ما فيه يعيش بلا امل، وخاصه اذا بيربط الوقائع ببعضها لحتى يوصل للنتيجة المأمولة اللي هو عم يتمناها. السرقة وقفت، نعم، لأنه بطلوا يمرق لهم، بطل صار في ميزانيات بالدولة. قبل كانوا يسرقوا على قاعدة الاثنين وعشرية، فبعد الثقة كبيرة برئيسنا وبمقاومتنا بغض النظر عن السياسة الداخلية اللي أنا بخطيها للمقاومة بهذا الموضوع. بس برجع بقلكم، الواحد بده يكون منطقي واقعي. ما قررته بالنسبة لتسمية نجيب ميقاتي المقاومة، برجع بقول مش تبرير، هو بيتعلق بطريقة عملها هي، لأنه طريقتها مش مثل طريقة أي طرف لبناني، لأنه هي ورقة قوة بيد لبنان. مش معناتها في ناس بيقولوا أنه لا، إذا قويت الدولة سلاح المقاومة بطل له عازي، لا مش مزبوط هذا الكلام. بس مين ما اجى رئيس حكومة يا شباب وصبايا، شو رح يقدم ويأخر اذا الحرب الخارجية لم تتوقف على لبنان؟ طيب هيدي ثائبت، هيدا وضعنا هلأ،
منقعد نستسلم ومنقول له لرئيس الجمهوريه ميرسي اورفار كل هالتعب اللي تعبه لحتى نوصل انه نفقد الامل. هلا لما صرح بقصه ارفان ما لها علاقه بقصه السياسه. اي نعم ارفان من هذه المنظومه، كلنا ارفانين من هذه المنظومه. هلا المنظومه ما لنا ارفانه من حالها. هلا انتم برايكم يعني موضوع الملاحقات اللي عم تعملها الرئيس غادة عون هيدي مزحه؟ بس تخيلوا لوين. عم بقول لكم كان عندي زوم بعد في لبنانيه ما معه خبر انه في ادعاءات على نجيب ميقاتي. طيب هلا بدي اقول لكم شغله يمكن شوي تنزعجوا منه. لو في عليه ملاحقات نجيب ميقاتي قضائيه، ولكن مين اللي عم بيشرع له وضعه؟ مين؟ النواب والكتل النيابي والشعب اللبناني اللي انتخب هود النواب. ايه اكيد اكيد شباب وصبايا، فيما يتعلق بالسياسه الداخليه للمقاومه لكم حق تنتقدوا قد ما فيكم قد ما فيكم، لانه بالنتيجه كان من المتوجب ان يتم الوقوف بجانب رئيس الجمهوريه من قبل الاطراف الشرفة بلبنان لحتى نحقق دولتنا خالية من الفساد، وهيدا الامر مفروغ منه. ولكن ايضا هناك خطايا واخطاء ارتكبت من قبلنا خلينا نعترف فيها. وبما انه اعترفنا فيها صار فينا نعمل نقد ذاتي وصار فينا نشتغل من دون اي حسابات مع حدا. نعم هناك اخطاء تم ارتكابها، بس لم تجي على ارض الواقع بتلاقي يا عمي ما في مهرب من هيك، لانه النواب انتخبوا هودي، الشعب انتخب هودي النواب. طيب التسويه الرئاسيه اللي صارت اللي بيضلوا يهتونا فيها، التسويه الرئاسيه معلش خلينا ما زلنا عم نحكي بكل صراحه، التسويه الرئاسيه اللي بيهتونا فيها يا عمي كانت الشروط على سعد الحريري، وبما انه هو رئيس اكبر كتله كان نيابيه. طيب فيكم بالنظام اللبناني تنتخبوا رئيس لو انه القرار بيجي من برا مثلا ببعض الحالات، فيكم تنتخبوا رئيس من دون العوده الى الكتل النيابيه؟ هيدي بيعتبروها خطيئه على التيار الوطني الحر وعلى رئيس الجمهوريه انه عمل تسويه رئاسيه مع سعد الحريري، علما انه كنا نحن تهمين المزرعه الحريريه بالفساد وابراء المستحيل، وبيجوا بهتوك بيقولوا لك وين تخليتوا عن ابراء المستحيل، مش مزبوط هيدا الحكي. وهون مش دفاعا على رئيس الجمهوريه او عن التيار الوطني الحر، لا نعم هناك اخطاء ارتكبت. شو لكان بيجوا بيقولوا لك اتفاق مع عفوا قبل ما اخلص، لما صارت التسويه مع سعد الحريري التسويه ليس فقط لانه رئاسي، لكن كان هناك شروط على سعد الحريري ان يلبيها وينفذها. وكلكم بتعرفوا انه سعد الحريري عندما التجأ الى العماد عون ليسميه لرئاسه الجمهوريه كان ردا على سمير جعجع، وسمير جعجع باتفاق مع راب كمان بيجوا بهتوك فيه انه اوعى خيك ومدري شو، وانتو كل هالعلاقه بينكم بين القوات اللبنانيه اخر شيء اتفقتوا انتو وياهم لحتى سمير جعجع ينتخب الجنرال عون. لا مش مزبوط، سمير جعجع انكاي بسعد الحريري لانه رشح سليمان فرنجيه التجأ لنا. طيب بيكون الواحد غبي اذا اجوا كتل نيابيه قالوا لك ايه رح ننتخبك بتقول لهم لا بلطوا البحر روحوا فلوا من هون. فتسوية رئاسية ما في، كان في اتجاه وعودة إلى العماد عون من سعد الحريري كي بسمير جعجع، وهيدا اللي خلى يصير في اتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. هلا أنا برأيي الشخصي الخطيئة اللي صارت إنه كان من المفترض أن يبدأ البرش اعتبارا من أول شهر من 2017 بعد أو من أول يوم تشكلت فيه الحكومة الأولى، كان لازم يبلش البرش وكان لازم قلب الطاولة يبلش من وقتها. هيدي خطية أنا بعتبرها، معلش ما تاخذوني الشباب والصبايا العونية. هلا انتبهوا بالنقطة الثانية، هيدي خطية مثلا، خطية مغفورة. ليش؟ مش كمان تبرير، لأنه بالنتيجة بدك تصطدم بواقع نيابي بمجلس النواب، بدك تصطدم بواقع سياسي، بواقع كتل ما قادر تظهر منها، لأنه لوحدك ما فيك تعمل شيء.
هلا كمان من الظلم تحميل المقاومه اكثر من طاقتها بموضوع اذا كانت المقاومه كحزب سياسي ككتله نيابيه تكون مشتركه مع كتله التيار الوطني الحر بمحاربه الفساد من دون تنظيف السلطه القضائيه. وهيدي انا بعتبرها خطيه كمان، كان من المفترض ان يعمل على تنقيه القضاء واقرار قانون استقلاليه القضاء بشكل كامل عن السلطه التنفيذيه. هيدا شيء ما تم وهيدي خطيئه يجب ان تصحح لاحقا. ايه هيدي يعني تخيلوا عم نعمل معركه فساد ما في غير عنا قاضي وحده جريئه اسمها غادة عون وما وعم بيسخفوا لها ملاحقاتها اللي عم تعملها ضد الفاسدين والباقيين ما عم بيعملوا شيء، يعني الباقيين عم ينتقدوها بس. كان من المفترض انه تتنظف السلطة القضائية. بس في واقع بلبنان بنجي بنصطدم بواقع موجود بالكتل النيابية وبالمافيا اللي حاكمة لبنان من سنة 92. طيب في ناس بيقولوا طيب ليش المقاومة ما قامت وكسرت روس؟ لك يا خي شو كسرت روس؟ ما هن المقاومة ملاحقين بموضوع المنظمة الإرهابية وكل الدول حاطة عين عليها. بتجي بتفوت بخبريه من جوا بالسلاح لحتى يحطوا لها على عينها ويطلعوا قرار مجلس امن الدوله، هيدا مش تبرير، يطلع قرار بمجلس امن الدوله لحتى ينزلوا الجيوش لعنا وتصير العمليه بالقوه وبالسلاح. ما كمان هن عم يمشوا بين الخطوط، هن عم يمشوا بين الخطوط. هلا توافق الإيراني الفرنسي هو لتمرير الوضع مش كمان تبرير لإيران أو غير إيران. ما بالنتيجة المبادرة الفرنسية الإيرانية فيما يتعلق بتسمية نجيب مئاتي كانت بالتسمية السابقة. فالواحد بده يكون منطقي، ولكن يجب علينا أن نعمل انتقاد ذاتي لمواضيع عديدة. كان من المفترض لازم تنقلب الطاولة من قبل، ولكن برجع بقولكم للأسف نصطدم بمواضيع تتعلق بتركيبة النظام، وهيدا الشيء له علاقة بفقدان الصلاحيات. هلأ لو انه مثلا في حزب قوات لبنانية منه مراية للخارج ومنه رأس حربة بتنفيذ قرارات السعودية بلبنان، ولو انه في حزب كتايب قراره من راسه مثل التيار الوطني الحر، ولو انه في بطريركية، خلينا الامور نسميها مثل ما هي، ولو انه في بطريركية تقف الى جانب رئيس الجمهورية، صراحة ما كان حدا قدر وصل. يعني كانوا كل كنتوا شفتوا ملاحقات من فج وغميق، وكانتوا شفتوا ناس مسؤولة فايتة على الحبس. ولو انه الطائفة السنية الكريمة بتفكر لبنانيا مزبوط، مش الطائفة كطائفة ولكن المسؤول عنها سياسيا، منهم مرتهنين للسعودية وللإيرادات الخارجية، ما كنا وصلنا لهون. ولو انه المسؤولين عن الطائفة الدرزية كانوا كمان بنفس التفكير، ما كنا وصلنا لهون. بس بالنتيجة مئات موافقين عليه، الفرنساوية، السعودية، الإيرانية، الأمريكان. طيب شو في يعمل الواحد بهيك موضوع؟ شو في يعمل؟ بس مش معناتها انه منسلم ايدينا ومنقول خلاص انتهينا ولازم نسلم بالأمر الواقع. ما في شيء توليت، ما في شيء توليت أبدا. وما توخزوني هيدا الكلام مش لزرع الأمل على الفاضي، لا هيدا الكلام الواقعي. ونحن ممنوع نستسلم، وطالما في ادعاءات عم بتقوم فيها الرئيس غادة عون معناتها عنا أمل أنه نوصل لنتيجة. فلا الاستسلام مسموح ولا الإحباط مسموح ولا زعزعة الثقة مسموحة طالما باقي على رأس الجمهورية شخص اسمه ميشيل عون، وطالما في تيار وطني حر ورئيس تيار وطني حر وتكتل نيابي عم بيقدموا مشاريع قوانين لحشر الكل. قديه فكركم رح يطولوا بالخطوط الحمر على الفاسدين؟ قديه ما انهزت عروشهم بالنتيجة؟ قديه بدهم يستمروا؟ قديه بدهم يقدروا يداينوا ورا كل هيدا المتركاج؟ هلا كان في عنا امل انه يصير في تسويه امريكيه ايرانيه، نعم، ونحن بحاجه الى هذه التسويه لانه لبنان منه معزول عن محيطه.
منه معزول عن محيطه، كان عنا أمل وممكن أنه ترجع بوادر التسوية الإيرانية الأمريكية تصير، لأنه بصير في اتفاق على مستوى الاحتقان الكبير بين منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي خلينا ما نحكم هلأ، خلينا نقدر نستوعب القصة كلها سوا ونعطي بعد مجال طالما لم نستسلم. وبعدين معلش هناك تأكيدات بموضوع الرئاسة ما رح نحكي عنه هلأ، تأكيدات بموضوع الرئاسة لاستمرار عهد الرئيس ميشيل عون لو بغير شخص بغير اسم. بالتالي هيدي المسيرة رح تستمر وما فينا نحنا نستسلم بنص الطريق لا أكتر ولا أقل. قدي بده يهرب رياض سلامة وقدي كلهم بدهم يهربوا، بالآخر ما بيصح إلا الصحيح والحق بده ينتصر. مشان هيك نحنا منقول له معك لآخر نفس، وبكرة الله راد رح يكون في معنا عنا بالفيديو بحلقة بكرة رح يكون في ثلاث مواضيع إنسانية رح أحكي فيها، لأنه طلبت من بعض الأشخاص بلبنان لنحكي بمواضيع كان على صعيد المواد الغذائية، واتمنى على شركة الربيع شركة سمير نصراوي اللي عم بيسمعني على الأكيد رح نحكي معه كرمال هذا الموضوع. هناك مؤسسات تعنى بشؤون تصحيح وتصويب تصرفات الشباب اللي بتعاطوا المخدرات، لأنه هذه المؤسسة وصلت لمطرح ما بقى قادرة تستمر، لأنه ما بقى في عندها موارد من أجل المواد الغذائية، لأنه عندها أشخاص كتير بتعالجهم من المخدرات. بنتمنى يعني بكرة رح أحكي بالتفصيل. وفي حالتين إنسانيتين كمان لأشخاص ما عم بيقدروا يلاقوا شغل إذا كمان بتتبنيهم إحدى الشركات لحتى يشتغلوا. وفي عنا قسم ثالث شخص كمان بحاجة لعملية، إذا في حدا بلبنان يقدم لهم أي مساعدة بهذا الموضوع لحتى نحكي فيهم بكرة بالتفصيل. وشكرا سلفا لكل اللي بده يتعاطوا بطريقة إنسانية بهيدا الموضوع. وبرجع بقلكم ما تفقدوا الأمل وحياتكم، لأنه اللحظة اللي بتفقدوا فيها الأمل وتستسلموا معناتها خسرنا. عملوا معروف بترجيكم ما حدا يفقد الأمل وما حدا يزعزع ثقته وما حدا يفكر إنه كمان المقاومة منا شركتنا بالوطن، وإنه المقاومة صحيح عندهم أخطاء. إيه ليش الواحد بيطلع بيحكي الحقيقة؟ عندهم أخطاء بتسمية نجيب مئاتي على قطع راسي ما بسميه، على قطع راسي ما بغطي ولا واحد فاسد. بس عم بقلكن كل واحد عنده ظروفه بلبنان للأسف. فبالتالي نحنا كلنا شركة، مش عم بحكي عن الباقيين، نحنا شركة والنصر نكتبه ونرجع سوا. بس بالسياسة الداخلية يجب تصويب الإعوجاج اللي صاير، لأنه ما بيصير. لا ما في شيء توليت، واحد يفكر أنه في شيء توليت بهذا الموضوع، ما في شيء راحت علينا، ما حدا يصدق هيدي الأنطولة، لأنه عم يزرعوها براسكم لحتى توصلوا لهيدي اللحظة. ما رح نوصل لهيدي اللحظة. نشوفكم بكرة الله راد الساعة 9:30 بتوقيت الجبل.